توني، ما هو المثل الشعبي الذي تطبقه في حياتك؟ المثل الشعبي ضروري يكون لبناني؟ لا. هلا أنا بين مثلين، في مثل خليجي غنت له أحلام كثير عم يتردد معي هالأيام، بيقول اللي ما يطول العنب حامضا عنه، بيقول مؤامرة، نظرية المؤامرة. لا ما عم سمع حدا، ما عم سمع حدا. لا بس قديش هذا المثل تحديدا بينطبق بحياتنا اليومية والاجتماعية؟ صحيح. نعم، بحياتنا صحيح. المهنية خصوصا. أكيد. أنت وعي. أنا فيني أسرق فكرة منك. إيه أكيد. نام بكير وفي بكير وشوف الصحة كيف بتصير. تمام، فإذا جاوبنا موحد أنا وياك. أنا فيني كمان عدله ببرنامج صباح النور، لأنه اختبرته بطريقة مختلفة، إنه نام بكير وقوم بكير وشوف الغفوة كيف بتصير. على كل حال، ما هو المثل الشعبي الذي تطبقه في حياتك اليومية؟ هذا سؤال طرحته كاميرا صباح النور في مختلف البلدان العربية وعادت لنا بهذا التقرير. المثل الشعبي اللي ماشي فيه نخبي قرشك الابيض ليومك الاسود. هاي المثل اللي نمشي فيه ربما لا تعمل لا تخاف. وعصفور بالعصفور باليد والعشر على الشجره. بس ماشي، علاش باش تخاف من عواقب انت اشياء انت ما قمتش بها؟ على قد بساطك مد جريك. اعطي خبزك للخباز ولو اكل نصه. كل واحد بتحطه بالمكان الصحيح، الرجل صحيح في المكان الصحيح. الحق يعلى ولا يعلى عليه. اللي بيجيك الباب من الريح سد واستريحك شيء. لو حطيت الحقيقة تحت البلاط بتبين، والكذب حبله قصير. أهل هذا الشباب يعود يوما لأرى ما نسيته ولا هذا. اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. القناعة كنز لا يفنى. بحب الصرف. أنوع. والله المثل الشعبي نحزه قريب مني، أحكي للدنيا تضحك. حلوين أمثالنا. تعرفي لو إنه نقالوا بطريقة هيك بعض الأحيان مبتذلة بس فيها عمق. على كل حال، المثل الشعبي ما بيجي من عبث، يعني بيكون من تجربة شعبية لمجموعة أشخاص و محصلت خبرات. صح. وحتى في بعض الأمثلة لهم قصص يعني قديمة، إذا بتقريهم عن جد بتنبسطي. أكيد يعني أكيد. هون بدي أذكر في ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على تويتر وسناب شات، عم بيتخصصوا بالأمثال الشعبية، يعني بيمثلوا المثل وأيضا بيخبروا خلفيته وبيعطوا هيك أمثلة عنه. نعم. فبكون كتير مهضومين، كتير حلو واحد يتبعهم.